لحد دلوقتي ليه؟ الراس الكبير اللي هم راس ايه؟ حسني يا راس الحيه لحد دلوقتي ما اتحكمش ليه؟ وش اتحكم يا ابني؟ ليه طيب ما اتحكمش؟ ودم الشهداء ده اللي عمالين يضربوا فينا يقولوا علينا بلطجيه في الاعلام دلوقتي ليه؟ ده ضحك على الشعب المصري. وعلى فكره الراجل صاحب شركه مش بلطجي يا عم. مفيش انا شايف لا مش انت يا قلبي. انا بتكلم بخاطب الشرطه انا صاحب شركه مسلمات طبيه مش بلطجي تمام. مش واخد بشله مش واخد اي حاجه مش لاقي وتمام كده بس اما انت ليك عينين طبعا على واحد ده بلطجي صور صور ولاد ناس اهو احنا ولاد ناس هم اللي مروحين في الدنيا 25 موجودين الناس يا ابني الراجل يا بدر مش احنا عادي هو النادي اللي بعتوله هنا ده ايه ده بلطجي لو عايز تصور بلطجيه صور الحكومه صور الحكومه البلطجيه مش احنا مش احنا صور الحكومه البلطجيه زي ما هو زي ما هو الاعلام كلها هو يقول الناس كلها بلطجيه حق الشهداء هيرجع حق الشهداء هيرجع والدستور الاول الدستور الاول خرج من عربيه الاسعاف دلوقتي حرام حرام والله العظيم عايزين حكم عدل بيرضى الله مش يهود حكم عدل بيرضى الله يعني مسلمين وعارفين ربنا عايزين حكم عدل بيرضى الله ورسوله احنا مسلمين وعارفين ربنا كلنا موحدين لله عايزين نبقى زي سوريا وليبيا لو عايزين كده زي سوريا وليبيا مش تعدين والله اعظم دوله في العالم هي مصر اعظم دوله في العالم هي مصر عايزين نحافظ عليها وعايزين نحافظ على شعبها يا ريت بس خاطر يا ريت قناه الحياه بس ما تقولش ان احنا بلطجيه عشان احنا مش بلطجيه احنا كلنا مهندسين ودكاتره ومحترمين وفينا كلنا محترمين ولو معانا بلطجي محدش على الاقل البلطجي ما ضربش القنبله زي ما هم ضربوا علينا صح. البلطجي واقف بيدافع عن مصر صح. اما هو مش اما هو بقى البلطجي فعلا احب اقول بس قاضي حياه دكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد اعلنت ائتلافك معانا في شباب 25 يناير ما ينفعش ان القناه بتاعتك تحط منشط ان في بلطجيه في التحرير احنا مش بلطجيه صور ورا الشرطه هتلاقي السيوف يا ريس صور ورا الشرطه كده يا سيد البدوي صور اخش انا صور يا سيد يا بدوي انت اول واحد طلعت في التلفزيون بعد معانا قلت احنا معاك التخليه انسحبت من مواقعها تعالى حضرتك معايا التخليه انسحبت من مواقعها اتفضل حضرتك كله رجع لورا الداخليه انسحبت من مواقعها تعالى بص وشوف تقول الحقيقه ثواني بقى لا هو ماشي وهو ماشي ما ينفعش اللي بيحصل ده وقفتها كتير اهو يا استاذ ايه يا استاذ تعالى معايا في ايه هو في ايه اللي بيحصل دول ايه دول اللي بيحدفوا دول دول ايه ما كلهم انسحبت الداخليه اهي ما فيش واحد فيهم واقف رجعت ورا على اتفاقنا مع سياده العبيد المجموعه اللي هي اللي في شارع البستان اهو رجعت الداخليه ورا خالص برضه بيجروا وراها